شاهدينا مع هالحلقة الحلوة كتير وبالأجواء الحلوة كتير الرائعة الرمضانية بامتياز مع ضيوفنا بيير وناتالي ودومينيك والمقدمين الرائعين، وإن شاء الله ما نكون عم ننتقل دم عليكم ومبسوطين معنا الليلة مثل ما نحن مبسوطين معكم كمان. ميل بقلع ليه ما بتقدم البرنامج محل رودولف؟ محل رودولف؟ شلنا ضيوفك. مش معقول قديه بتحبك؟ مش معقول من الحب ما قتل ما فتل اكيد. اهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقتنا اليوم. بيير شانسيان، قد ايه اليوم اذا بدك الساحه ما فيها اذا بدك مثل ما كان من قبل، يعني من 10 سنوات كان في اتكال كثير على المسرحيات. نعم اليوم بنشوف انه في بس ما في تقل، لان صار كل واحد لا صار كل واحد بيعرف يزقف يعمل فرقه. مثلا هلا مؤخرا عم بسمع انه خاصه صارت درجه قصه الستاند اب كوميدي، صاروا الكل عم بيعتمدوا هالاسلوب اوفر ومربح. ايه اريح واربح اذا بدك. اريح واربح ما بعرف، بس قد ما كثروا المواضيع هن زيتون اكيد كلهم فيهم البركه، بس البلد ما بيحمل هالقد. مثلا خلينا نفسر شوي للناس، ستاند اب كوميديان هل لازم يكون درسها؟ هل لازم يكون او في يكون مثلا متخرج من مثلا تياتر دو ديزير ويروح يعمل ستاند اب كوميدي؟ او مش لا يعني مش اجباري تياتر دو ديزير. لا ما عم بحكي عن تياتر دو ديزير كتياتر، يعني في يكون مخرج من مسرحيه مثلا، فرد من عده افراد المسرحيه ويقرر يعمل ستاند اب كوميدي، او لازم تكون درسها حتى تعملها هيدي؟ لا ما في لزوم يكون درسها. اول شيء المفروض يكون تكون الموهبه موجوده. إذا الموهبة موجودة وإذا هو خفيف الظل على المسرح الناس بيحبوا بيكون. هلا أنا مثلا بالفرقة عندي كان معي توني كيروز، السنة الماضية بس عملت المسرحية كان هو موجود، كنت أنا أعطيه دور يعمل 5 دقايق ستاند أب كوميدي. مشيت معه. هلا حاليا كل أسبوع عنده هو وريمون صليبة عندهم بروجرام ستاند أب كوميدي بالجميزة، بمحل بالجميزة وغيرهم وغيرهم وغيرهم. هلا انا كمان انا بيعتبروني هلا بكل تواضع ملك الستاند اب كوميدي، ملك ما بعرف شو. بس بيرو شكلك ساعدك. هلا انا بيقولوا لي شكلي ساعدنا، انت بمهنتك شكلك بيساعد. شو يعني قصدك يعني؟ لا يعني لا شو قصدك؟ لازم يكون شوي سبيسيال لحتى يضحك العالم، يكون بيعمل لا ليك في انا في اسلوب وفي سر بضحك الناس عند اللي بيعملوا ستاند اب كوميدي. انا مثلا بعتمد بصير استلم حالي مرتي اولادي عائلتي وبخبرهم قصص صايره معي بس على طريقتي انا، او اكيد بزيد لهم ملح وبهار واللي بدك اياه. مثلا انا في هدي على المسرح لوحدي ساعه ونص. حلو. ساعه ونص من فتره عم بقرا عن ساينفيلد انه ليحضر 10 دقائق ستاند اب كوميدي اشتغل 6 اشهر ليحضر 10 دقائق. إذا بدي منك دقيقتين هلا. إيه؟ دقيقتين. شو بدك؟ شيء أنت من عندك. شو بدك؟ مثلا بخبرك عن هلا هول النسوان اللي بتعرفوا أجمل نسوان، نسوان لبنان مزبوط ولا لا؟ بستغرب أنا ليه بعد عمر معين بيروحوا بيعملوا تجميل وشد. هلا صاروا قبل عمر معين. كلهم بعدين بتلاقيهم كلهم من نفس ال هذا الدكتور فلان عامل، عرفت كيف؟ انا مثلا كنت بمكتب سفريات التقيت باثنين نسوان، هول اللي بيحكوا نص عربي نص فرنساوي، عرفت كيف؟ قاعدين هيك اثنيناتهم نفس التعبير. وفتحوا حديث هيك دخلك بدي اسالك بيك كان بسوان انتنسيف كيفو؟ هذيك قالت لها عطاك يا مخ. لا زعلتيني. وبنتك كانت حبلي شو عملت؟ خلفت توم صبيان. يي انبسطت لي انبسطت وزعلت نفس الشيء. ما في تعابير نحن في جارتنا قد ما شدت عملت عمليه شد شد شد، او بتيجي تعمل لنا زياره مثلا بتقعد كل ما تحط اجر فوق اجر بتتاوب. من فترة التقيت بجوزة كان هيك مكشر زعلان، قلت له شو بك؟ قال لي يا خي مرتي من وقت ما عملت عملية تجميل بطل في بوسة بتمها. قلت له ليه؟ قال لي يا خي تمها ساعة يمين ساعة شمال ساعة فوق ساعة تحت. نتالي انت بتعرفي انا ليه ببوس مرتي بتمها؟ ليش؟ لسكتها.
بيير شامسيان كمان اتنقلت بين محطة ومحطة تلفزيونية، وكنت تعتمدوا ببعض المواقف على المواقف السياسية. نعم. قدي اختلفت الآراء وقت تنتقل من محطة عندها سياسة أو سياسة معينة ومحطة ثانية سياسة معينة، تقلب مع المحطة؟ لا لا، أساساً نحن مش طرف. مش طرف مما كان يكون المحطة، مش مهم أي محطة تكون، نحن عنا أسلوبنا وما منتبع أوامر حدا أو ما منتأثر بآراء حدا. نحن شغلتنا ننتقد المسؤولين مما كان يكون، مما كان وكلهم أصحابنا، إذا غلطوا ننتقدهم مما كان يكون، مش طرف نحن، مش طرف. خبرنا نتالي ودومينيك عن قصة الأرجيلة بتورونتو. نتالي بصير بدها أرجيلة. بدي أرجيلة. شو عرفك فيها يعني؟ عرفتها. هيدا من سنتين عندي ستاند اب كوميدي، عاملين بصاله بتسع 600 شخص تحت كنيسه الروم، 600 شخص و300 ارجيله لبنانيه كلهم. وانا على المسرح بعد ما خلصت، بعد ساعه ونص، بعد ما نزلت 50 دقيقه تصوير هلكت، واخر شيء قعدت ولعت سيجاره. اجت وحده هيك زعجت، ممنوعه تدخين. اجت وحده هيك مسؤوله بالصاله هونيك، وحده كنديه هيك طولها شي 6 امتار وربع، قالت لي نو سموكينج. طلعت فيها هيك فكرتها عم تمزح، قلت لها عم تمزح؟ ار يو كيدينج مي؟ قلت لها شو هالغام، شو مش ضباب 300 ارجيله، مش ضباب، بطل الضباب، غام. قالت لي نو سيجاريتس. انا استنتجت، قلت لها كان 300 دخنه ارجيله ما بضروا، سيجارتي الوحيده بتضر. وقفت حدي لتطفي السيجاره، قلت لها يا عمي انا فيجيتاريان، دخان اللي بيدخن سيجاره يعني فيجيتاريان، نباتي انا، ما الدخان بيزرعوه بيطلع، ما كان الدخان. وبعدين قال استلمتهم بامريكا، قلت لهم قال بامريكا بتعرفوا عندهم معتبرين هن انه مدينه نيويورك المدينه التي لا تنام. صح. The city that never sleeps. قلت لهم نحن بلبنان نحن البلد الذي لا ينام. قلت لهم الساعة 12 بالليل مثلا صيفية انقطعت الكهرباء، وقف الاي سي، روحوا ناموا إذا فيكم تناموا. ما فيكم تناموا. نحن بيرش رح نترك هلا لتروح لعند سلطان وكيف. خلي سلطان يجي لعند اخي. لا بروح لعند مما كان يكون سلطان او امير. بروح بروح لسيادة ست كاتيا، وطبعا كل المشاهدين فيهم سيادة ست كاتيا عبر الرقم موجود باسفل الشاشة 00961 70 66 77 60. كيفك سلطان؟ كيفك سلطان؟ كيفك بيرو؟ تعرف شو؟ شو؟ هيدي الكاميرا عندي وأنا بشد كمانها. يلا شو؟ قل لي. مرة سألت الفنان محمود مبسوط الله يرحمه. إيه. عبال له شو السر كل الكوميديان نفس الطول؟ قال لي مرة سألت هالسؤال لبي، يعني سأل السؤال لبي، قال له لو كفيت علمك يا محمود كنت بطلت. ما أنا لقيت هالمعادلة فيها وما فيها، معقول كل الكوميديان مش مكفيين علمون مثلا؟ أنا من جملتهم، أنا كمان أنا بيروح الزكا كله بالطول بالقصر. ما أنا سقطت بالجامعة، بعد ما سقطت وقفت. قلبتك كوميديان؟ إيه سقطت بالقناية اللي على مدخل الجامعة. طيب خلينا نشوف شو مخبي لك القدر. هات لنشوف. لك هيدي القنينة مش معقول على لون بنطلونك. نفس اللون. كحلة. كتير قريب. إيه شو بعمل فيها؟ يعني حظك حلو، بدك تفتحها على البلاتو تشوف شو مخبي. أوكي. برافو بيرو. شو هلا؟ سائل عليك سائل؟ لا لا مهضوم سلطان. لا مهضوم سلطان. مهضوم سلطان. أنا حبيته لسلطان لأنه أقصر منه. شو بعمل فيها؟ بدنا نشوف شو في بقلبها. بعتقر على سلطان. يلا سنة مجمعين 20. سنة مجمعين 20. مش شفتي لي هي. 20 نقطة، بعدنا 20. إن شاء الله يكونوا كاتبين بالأرمني لأن أنا ما بقول عربي. عربي عجل مقطوع العربي؟ لا نتالي بتساعدك بكتب بس. علي كتاب هيدا. اها عليك ان تؤدي دور عارض ازياء على طريقة حلمك اتحقق على طريقتك الخاصة.
بدي اعمل توب موديل يعني عارض ازياء. هلا كان عم بيعمل واسطه معي تعمل فاشن شو ناتالي استعملوا الكاستنج لان ناتالي كثير نيقه. يلا مع الفرقه الموسيقيه على موسيقى الفرقه الموسيقيه. بدي اسال سؤال ناتالي. ايه عرضات الازياء ليه بضلوا مكشرين؟ مين قال لك؟ مبلا انا بدل بتحف انت يمكن بس عاده شو لا هي حسب اللون حسب اللون اقول لك على الجوع لانه بضل بيك لقدك وقد ايه 40 كيلو بخافوا من الاذين بيقولوا انه اف ما بتطعمون اذا بتشوفوا انه عم بياكلوا بتفزعوا زيهم على جنب بياكلوا بياكلوا كثير بس بيعملوا ورك اب بس عن جد ما بيبتسموا حتى ليه؟ لا حسب الكوريوغرافي حسب التابلو حسب المود تبع اللبس انا خبروني سالت واحد مهم كثير شو اسمه ايف سان لوران بتعرف سالته اي صح قال لي لأن إذا ابتسموا أو ضحكت عارضة الأزياء تلفت النظر على ضحكتها مش على ثيابها. طلع بيعرفوا مزبوط طلع صاحبه مستهنة فيه داني دافيتو إيف سان لوران صاحبه. هلا بدي أخبركم عن ناتالي قد إيه نيقة مثلا وحدة مزبطة حالها جاية رايحة عن ناتالي فضللا بدها تقبلنا بالإيجنسي صار لها خمس سنين هل متحقق وكذا لابسة كعاب وعاملة ثلاث أربع تجميل قبل وجاية ناتالي بتوقف هيك انه ايه يعني بعطيكي شانس انه جسمك منيح وشكلك منيح بس في عندك شعره هيدي على ميله اليمين تكون على ميله الشمال لا يمشي مش كرمالي انا حبيبي مش كرمالي على الكاميرا لا تقبلك الكاميرا للعالم يشتروا البرودوي لتكون الشعره على اليمين في ناس عندك بروفيلهم اليمين شيء والشمال هلا بنشوف فارس هلا بنشوف فارس على اي بروفيل بده ياخذك انت عم تعمل فاشن شو اه فاشن شو بدكم فاشن شو يس بدنا تفضل هونيك بدنا ميوزك لا تزود لي وجهي يي يي فاشن شو مش كرسي شو لا دفش ثاني بتغار بتغار يلا هونيك هيك فاشن شو تفضلي معلمتي شو مش الحال؟ سافا سافا بيطلع معي تخيل ارماني نكست شو بكون رح يعمل ناتالي سامع بيير شماسيان عم بغني؟ ايه كوم دابيتود بدنا نسمع انا بدي غني بدنا غني ناتالي ناتالي هلا كنت عم بعمل فيديو ناتالي لا بلاس روج ايتي فيد دوفون مون مارشي ناتالي Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Dans sa chambre, à l'université. Badin chaud. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid, comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis. Je m'habille très vite, je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors,
comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin, je vais vivre. Comme d'habitude. Thank you. رائع بحكي لنا شو بيصير بعدين غريب. اول مره بركز بالكلمات على الغنيه بالاخر. شو بيصير عم تسالك دومينيك شو باخر الغنيه شو بيصير؟ شو بتطلع مرته شو بها بعدين؟ ما ماشي اخر هم اخر هم. فادي قد ايه تاثرت بال اذا بدك ببيان شاماسيان؟ قد ايه تاثرت بالفن الغربي لحتى قدرت انك ترجع تخلق خط لخاص فيك بالهارد روك؟ ليك ما فيك ما تتأثر بالفن الغربي لأنه الجماعة كتير قوية بكل بساطة. يعني ما فيك تنكرهم أنه تقول هلا أوكي يعني الجماعة أنه الغرب يعني هلا الجماعة ساتفهم شيء تاني يعني تأثرت فيهم لأنه من أنا وصغير بسمع كتير غربي وبسمع كمان شرقي بس أكتر كنت ميل للغربي أكتر وقدرت إذا بدك أخذ شوي من هون وشوي من هون وشوي من هون بس الفكره هي انه حلو تتاثر باشخاص يكونوا يعني ليجندز بعالم الميوزك عرفت. ف حلو مثلا تاتو خلصنا بقى تاتو والبوزات يعمل خلصنا بقى دومينيك والشعرات دومينيك الحلوين دومينيك انا عم فكر اعمل تاتو كرافات هيك عشان صيفيه نزل على البيسين رسمي. بيير غنى تاني اوكي انت لازم لانه انا بعيد عنك غنى دومينيك. يعني بدك غني لدومينيك غنية؟ اوكي. Strangers in the night exchanging glances wandering in the night what were the chances we'd be sharing love before the night was through something in your eyes was so exciting something in your smile was so inviting something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away and warm embrace. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right for strangers in the night. Thank you, شباب. دومينيك شو رأيك تردي علي بالخشوقة؟ إيه يلا برد عليه. وأتعرسنا بنحطها وأتعرسنا عم بزعلني فادي أنا وياك بنحط الخشوقة. أوكي أو مين فادي بغني لنا إياها؟ بزعل فادي عم كذب عليه بس تخلص الحلقة. بضحك عليه إيه أوكي. تحية لحسام خوري قبل يلي عطيني أحلى هدية بحياتي إنه لحن لي وكتب لي الخشوكة. نص العرق سرميت الدبلة مع الجوكة قلت له بس هالغزمة حرزانة شو عندك غير هالصحن وهالخشوكة غير فيها دوب فيها تاخد وغزانة كل من غروب الشمس حتى شروكا كن مع كلتي روح لبيتك حرتانة آخر همي وبعصرتي مو محروكا وين ما رجعتي أهمنا معي ترجعنا ياي 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 Thank you.
زلة بيضاء ما بعرف كيف أكليها مدرستي مقطعة الصف الثاني بعد يومين عالسطح شفت قبالي جيت وحنيت وقلت روحي خفيفة كنت اللي بروح يومين وانت ببالي أنا بدي إياك وبعرف بدك ياني أنا بدي إياك وبعرف بدك ياني أنا بدي إياك وبعرف بدك ياني لابيرو ما زي بدك ياه وبتعرفي وما بعرف شو رح ابعتك من غير رايقة مشوار طويل هلا بدك تنتقم صرت ايه طبعا عند سلطان دومينيك عند سلطان يا مامي انا عن جد بخاف منه من وين جايبيه زهقت لوحدي يا ريتو فادي اجا معي بس ما تقرب كثير انا بخاف شو هيك مأثرة شوي بالقصص تبع البيبي لا 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 انا انسان بشري بس ما تخوفني لا اكيد لا شفتك شو بتعمل بالضيوف لان وين بالضيوف قعدتي فيه ما كثير اوكي شو رقمك دومينيك نسيتي رقم 26 او 16 اوكي تعب 16 رقم اوكي هيدي الالوان ميكست يعني رح يكون لحظة قبل ما تاخديها بدنا نحللها شوي هدي بالك علي واخدي واعطي معي بدك تتعذبي بمرحله ما بحياتي يمكن هون بهيدي الالوان ما تعذبت بشي كل شيء اجينا على الهين كثير حلو كثير مغنجه انا اوكي بس يمكن بالشرط تتعذبي ما بنعرف يمكن يكون شرطك احلى شرط من كلنا سوا الهدف التارجت تبعنا نحن نساعد هيدي العائله هدي ايه ما ترجع تذكرونا بنرجع بنبكي لا لا كاتيا ما هيك ساعد بس بدك تنتبهي بليز انتوا عم تسحبي اياه ما تنفجر لا ما تخوفني طلعي بالمرايه لا تشبعي برافو لا حياته ما كان قصدي مش عارف انا هلا شوف انت انت شو بالبا خرطه وانا مره فتحت شيء اهنين وهيك اليوم ما بدي في خطر انا بفتح لك حبيبي يلا تفضل بصوت عالي عليك ايجاد الكنز من خلال الخرائط الموجوده في الموقع ما يكون تبع الايفون هو اللي بتاعته بتشوفوني وين بكون مكذبه قلت لهم بيجونا بطلع ببيروت لا وما كنت اعرف والعالم تكمشني انه ما كنت اعرف انه في تراكر على الايفون هلا علموني دومينيك دومينيك ليه؟ بدك تنفذي اي شيء كمان تساعد ست كاتيا ايه على الاكيد اي شيء بنطلب منك اوكي تفضل عن سلطان خلينا نذكر رجاء كمان المشاهدين انه كمان هن فيهم يساعدوا بالاتصال على 00961 7066 7777 ما توقعي على الهول الجازون بلشنا؟ بلشنا رح سلمك اول خريطه هيدا السلم النخلة عند هي. النخلة يعني ست هيدا هو اللي هونيك هيدي الطاولة اللي قايلين عليها انتو يعني تحت النخلة في اكس هون وشو هي اللي بدي لاقيها؟ بدنا نشوف هون حول هيدي؟ هون يعني برمتها هيك خلينا نبرم هول الشجرة وحدة من هون غنوا لها شي غنية زهقت تبي على ال انا ما بعرف ليه الشيء بدك تنبشي هيدا هو حوالي شجره نبشي لنشوف في حوالي لا هيدا تبع الكهرباء هلا بتكهربوا مشي مشي يلا خلينا ننبش خلينا ننبش لحظه في شيء هون حبل ما بعرف موجود هي عن جد يعني شو هيدا الشك هيدا الحقيقي اوكي هيدي الخريطه الثانيه هيدي الخريطه الثانيه هلا صرنا نعرف لوحده من هاي النخله شو مرسوم هيدا خطك
محل الميوزيكال انسترومنتس يلا لعند داني ابو خليل في وحل. حدكم ليه بدكم تبعتوني لهونيك؟ بعتينا على الوحلات. هبدا انت عمول شيء نحسب قطعتي بعرض. جيت لعندك داني خبيلنا الورقة يلا كيفكن؟ ثانك يو. يعني لو ما انت ما بعرف شو كنت بعمل. البول والميوزك شو يعني؟ شو قصدك اكس بقلب البول؟ ان شاء الله. لا حلو كثير ما يكون الاكس تبعكم بقلب البول. عندي اكس بقلب البول ما تحلموا كثير. لا في شرط بدك تنفذي. بدك تنفذي. شو بدي انفذ؟ انا ما رح اقبل الا لتنفذي الشرط. بس بالاول تعو 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 في شيء مهندس الصوت بده يشيل الميكرو. لحظة بس قبل 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 لحظة. في الميكرو خلينا نشيله. لا ده 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 شو هيدا؟ بدك تنفذي الشرط ولا ممكن؟ شو هيدا؟ ما فيكي ترفضي. الشرط بده يتنفذ. يعني في تارجت بدها. لحظة شو طلع؟ وين هي هيدا؟ مش حتجيبوا لي هيدا الباتو يلي هون؟ اي باتو؟ مش بدي شو عم تدور؟ شو طلع الشرط؟ الكنز موجود بقلب بقلب البيسين بقلب البول. اه بتنبش عليه هي؟ في شيء هون انا شايف شيء هون تقريبا. هلا بتنزل انت مثل الساعة كمان انت بتخبي. رودولف رودولف هو البطل. اللي بده يساعد ست كاتيا لازم يعمل كل شيء. شوف وين 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 وين. لا 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 شو هيدا قد ايه عمره؟ ما حنزل بالماينو باي. هي قد ايه؟ مش مش كثير غالي. ليه ما بتعرفي تسبحي دومي؟ ايه بس انه في شيء بالارض بس انه ما بعرف اسبح. مش حنزل اسبح قدامكم بالثيابة. شرط يعني يعني هلا صرنا مجمعين 30 نقطة. اذا ما نزل تاني مش رمية. سنة مجمعين 30 نقطة، بعد فيها هول 10 نقاط حتى يتحول من نقاط إلى مبلغ مالي. إيه؟ فبإيدك أو في فيك هلا تمسح تقول أنا ما بدي ساعد ست كاتيا وبنرجع لهونيك كلنا. حطوا لي شرط تاني عم تمزح معي. لا يعني بتكوني إيه الوحيدة إذا ما نزلت ما نزلت. هيك بتخلص الحلقة. قد إيه بتعطوها لست كاتيا؟ بتحول لمبلغ بتحدده إدارة البرنامج. لا دومي دومي يلا حمسوها شو جريئه. يلا جو فور ات. يلا جو فور ات. تعملها؟ تعملها دومي. شو يا فادي؟ لانه في عمل انساني دومي بتعملها. انا بعرفها جريئه بس اذا كرمال عمل انساني وعن جد ما في غير هيدي الكونديشن لحتى تساعدوها يعني بفكر اعملها بس انه يلا فكر على السريع. تفضلي مش لحق الساعه. او ماي جودنس انزل بالتيبه وهيك شعراتي والعادة أنا ما بكتر ميك أب ما عندي مشكلة بس عنك أنتوا بتتحملوا المسؤولية. غريب إذا حدا عصب وبدي يقول شيء وخربوا لي فستاني. إيمي هول شلحي هول كمان حبيبي. لا صفا لا بتكيهم ما بيوقعوا. إيه بس يلا شفت يا داني شو عملوا فيه؟ شلحي الشوز عم بخلوها أرتكب شيء. ارتكب شيء بس فيك تلاقي صندال عليكم. لاي صندال احسن. يلا اشلح الصندال. طيب ساعدها بس عم بعمل هيدا الشيء بس لنساعد ست كاتيا. سيدة كاتيا لانه عن جد وضع انساني مؤلم بس انا ما انا كثير مقتنع كيف فيها ساعدها اذا بنزل بالسين يعني بس بكل روح رياضيه. يعني هيدول روز البروجرام. اذا هيدا روح البروجرام وانا عندي روح رياضيه كبيره حنزل يا رجال. بس شو حتعملوا بعدين؟ تفضل. يلا ما حدا يكبني. ما حدا حيكبك نتالي. لا ما تكبي يعني. ما فيك تغشى فيي. اوه ماي جودنس ما يسخني هلا ما رح تطلع دومي بدها تنسى مش رح تطلع. انا نزل بالفستين قبلي. لحظه بس في شروط. ايه ما تصور كثير. بالشوز ولا بلا الشوز؟ بلا بلا الشوز حتاخذي راحتك.
هلا بكره بالصحافه بيكتبوا غطس دومينيك. لا انت عم تغطسي ل بدي اقول لهم اسالوا رجا ورودولف على مسؤوليتكم. انت عم تغطسي لكيس، يعني مش عم تغطسي هيك لما بدك تغطسي. لا لا لكيس، بس انا يعني اصلا غطسه. اجا بيير يساعدك، خلص بده يشك قبلك. دائما بالافلام دايما بكليبات وافلام بينطلب منا قصص تعجيزيه، مثلا مره نزلوا لي راسي بالفين ببقال السمع. تفضلي فبكل رياضيه ان شاء الله ما تكون غميقه لانه ما حنزلها. شو بدك بس؟ لا سلطان بدك تتركها. بنزل بعد؟ ايه بدك تنزل اكيد. صارت سبعة بدك تنزل تجيب ال هلا بنزل معه. مثل مانجار انا. عن جد لازم لازم نزقفنا لدومينيك. عن جد زقف لدودو. لازم عن جد. بس بعد ما هيك على حالي شو عملت؟ هلا لأطلع شوف السيارة. لوين بدك تطلع بدك تجيبي لنا كنز؟ اوعى وينه؟ ايه على بعد بدي انزل اجيب. ليكي اسحبيه باجريكي هيك. وين بدك تنزل اكيد؟ اوه ماي جودنس ما في اسحبه باجريكي. اسحبيه هيك وطلعي طلوع. وينه؟ لا برافو برافو دودو. اكيد ضروري ترشنا مي. اكيد نحن رح نرجع على البلاتو. ثانك يو كثير لك دومينيك خلاني. رح نبكي بأيد امين حتى نحن نختم مع فادي وناتالي. ولو بيير تطلع على الدرج بليز. والله عن جد هالنزله مش طبيعيه مهمه. تطلع على الدرج بليز. انا حاسس الشعور اقوى منه بعيد ميلادي بتيمه مثل ما انا بالبيستين. وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا كثير لحضورك نتالي فضل الله. ومثل ما شايفه بيير شامسيان عم يطمن على قلبه حنون حوراني وراح يجي لعنا راح يوصل طبعا. فادي شكرا كثير كبير لك. اكيد قبل ما نختم رجا ونودع فادي لابد نشكر فريق العمل، كل فريق العمل اللي موجود معنا. اكيد المخرج باتريك نعيمي، فاطمه داوود، اليام بولوس، وكمان ليتيسيا بطيش وإلي ابو نادر على الديكور الحلو. هلا كمان وبيير شو وين كنت؟ رحت ساعدته. بعرف حسيتها ما كانت تغرق. الحمد لله على السلامه. شكرا شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، نورتنا. ميرسي لكم ورمضان كريم لكل اللبنانيه. ان شاء الله سنه خير وبركه وسلام محبين. وكهرباء بس كل تمنية. أكيد رح نختم بأغنية مع فادي اندراوس. شو الأغنية فادي؟ شدتني وني راحت خلص بعدت لك يا حد الحلقة شدك بقى يلا. أوقات بفكر وبقول معقول يحب ومعقول لا اللي تبقى عطول حدي وعمري أعطيها وامبارح عغفلي صار كل شي تمنيته بنهار بلش بحب المشوار لقيت العم بحلم فيها شدتني أخدتني حتى اسمي نسيتني من وقتها مش عارف الله وين حطتني شدتني أخدتني حتى اسمي نسيتني من وقتها مش عارف الله وين حطتني اللي بعمره ما كان ياخد او يعطي حنان ما بصدق انه عشقان دقاته حاسس فيها هي اللي خلتني صير ما اشبع صوب مشاوير واتمنى لو في يطير ايد العم بحلم فيها.
شدتني أخذتني حتى اسمي نسيتني من وقتها مش عارف الله وين حطتني شدتني أخذتني حتى اسمي نسيتني من وقتها مش عارف الله وين حطتني.